ذلك من خلال مجرى هذا النزال. ننتظر اقلاع الجرس. قرع الجرس لبدء منافسات وزن 81 كيلوغرام بين ميسم قيشلاغي من دولة إيران وأوزبكستان روزميتوف. نزال يمتاز الملاكم الإيراني بالأسلوب الفايتر، والملاكم الأوزبكي ملاكم ذكي مصنف ثاني عالميا، ملاكم رائع لديه خيارات رائعة. سيكون نزال ناري. محاربي آسيا في وزن 81 كيلوغرام، من سيحصد الذهب؟ سنرى ذلك. الملاكم الأوزبكي ملاكم لديه خيارات وذكاء، وكذلك الملاكم الإيراني ملاكم فايتر، ملاكم قوي، ملاكم فنان. نزال وزن 81 كيلوغرام في الجولة الأولى، هدوء نسبي مع ترقب. تسديد العديد من اللكمات لتايسون، تايسون آسيا. ميسم قيشلاغي من إيران، من جمهورية إيران الإسلامية، أوزبكستان. الملاكم الأوزبكي يجب عليه بالجد للوصول إلى جولد. نزال صعب. الملاكم الإيراني مقاتل شرس. نزال أكثر من رائع. وزن 81 كيلوغرام، ضغط مستمر من الملاكم الإيراني ميسم قيشلاغي. تايسون آسيا. الملاكم تنبيه. لكمات جميلة من الملاكم الأوزبكستاني روزميتوف، ملاكم أكثر من رائع. خطف يمين جميل ودوران، وهذا ما تمتاز به المدرسة الأوزبكية لتفادي اللكمات. الملاكم الإيراني سيحاول بأقصى قوة الاقتراب من الملاكم الأوزبكستاني لتزيد عدد كبير من اللكمات. تنبيه الحكم للملاكم الأوزبكي، انتهت الجولة الأولى. لوزن 81 كيلوغرام الإيراني مقاتل والأوزبكي ذكاء مفرط، من سينتصر؟ الملاكم الأوزبكي أم الملاكم الإيراني؟ نزال أكثر من رائع. الملاكم الأوزبكي اجتهد في الجولة الأولى وسدد العديد من اللكمات. أيضا الملاكم الإيراني سيحاول في الجولة الثانية والثالثة. لاحظ عزيزي المشاهد هذه اللقطات الجميلة من نزال نهائي وزن 81 كيلوغرام، إيران ميسم قيشلاغي، أوزبكستان روزميتوف. نزال أكثر من رائع. تزيد لكمات أسفل البطن جميلة جدا. الجولة الثانية، من سيثبت جدارته؟ الإيراني المقاتل أم الأوزبكي الفنان؟ حذر مستمر من الأوزبكي لامتصاص قوة الزخم التدريبي للملاكم الإيراني. توجيه الحكمة. نزال أكثر من رائع. يحاول يمينية جميلة ويسارية من الإيراني
لوجه الملاكم الأوزبكي. توجيه الحكم رفع رأس الملاكم الإيراني. تنبيه لعدم الدوران. الجولة الثانية لوزن 81 كيلوغرام. تلاحم مستمر في هذه الجولة. يجب الحذر من كلا الطرفين. نزال رائع. تسديد مجاميع لكمية من الإيراني تفادي اللكمات. الملاكم الأوزبكي يبتسم لإيصال رسالة إلى الملاكم الإيراني، أنا بخير. نزال فنان الملاكم الأوزبكي، يمتن الرقص على الحلبة وتفادي اللكمات بكل سهولة مع الملاكم الإيراني. نزال رائع الملاكم، قلع جميل من الملاكم الإيراني وخطف جميل أيضا. بدأ الملاكم الإيراني يشتغل على نفسه. الملاكم الأوزبكي ما زال في نفس الأسلوب، التوجه من زاوية إلى زاوية أخرى وتسديد لكمات مؤثرة إلى وجه الإيراني، والإيراني في أسلوبه الفايتر. الذكاء الأوزبكي يحد من الملاكم الإيراني المقاتل. يمينية جميلة من الإيراني، يبتسم الملاكم الأوزبكي الذكي، يواجه الملاكم الإيراني في الجولة الثانية. 10 ثواني، انتهت الجولة الثانية بين الملاكم الإيراني. الجولة الثالثة، أعتقد هذه الجولة ستكون هي الفيصل لأوزبكستان إيران لوزن 81 كيلوغرام. سيجتهد الملاكم الإيراني كما قلنا، الأسلوب التصاعدي للملاكم الإيراني على الملاكم الأوزبكي. الحذر الشديد من الملاكم الإيراني في هذه الجولة، تبادل لكمات. تنبيه حكم الوسط لكلا الملاكمين. أعتقد أن الملاكم الأوزبكي ما زال يستمر على نفس الأسلوب لامتصاص الزخم الملاكم الإيراني مع تسديد لكمات مؤثرة من خلال الثغرات الموجودة، إضافة إلى الضغط المستمر وتسديد لكمات عشوائية من الملاكم الإيراني، البعض منها والبعض منها تصيب. نزال جدا رائع، نزال متقارب فنيا. أعتقد على دكتور الحلبة التدخل للتأكد من سلامة الملاكم الأوزبكي روزمتوف. الأوزبكي لكمات جميلة من الملاكم الأوزبكستاني. الملاكم الإيراني يحاول جاهدا. مباراة مفتوحة. ستوب. الحكم يوجه اللاعب الإيراني لوجود جرح في عينه. هل ستتوقف المباراة أم يستمر؟ تستمر المباراة. على الملاكم الإيراني الضرب بكثافة أكثر وتوجيه أكثر لنيل ذهب هذه البطولة، وكذلك الملاكم الأوزبكي عليه الاجتهاد فيما تبقى من الجولة الثالثة للوضوح واختيار الحكام لمن سيحصد الذهب ومن سيحصد الفضة في هذا النزال الناري لوزن 81 كيلوغرام. الإيراني
أوه، خطف يسار جميل من الملاكم الأوزبكي، يقابله استمرار لكمي من الملاكم الإيراني. نزال صعب جدا بين الطرفين، نزال لا نريد أن ينتهي، ولكن التوقيتات الرسمية توقف هذا النزال. 3 دقائق، نزال الإيراني المقاتل والأوزبكي الفنان، من سيحصد الذهب؟ أوه، يسارية، يسارية جميلة، أعتقد يحتاج إلى معاينة طبيب الحلبة للجرح. ثواني بسيطة لنهاية هذا النزال الناري لوزن 81 كيلوغرام. أوكي، يستمر النزال لوزن 81 كيلوغرام بين الإيراني ميسم قيلاغي والأوزبكستاني روزميتوف. تسديد لكمات، نزال ناري، المحاربين الآسيويون يمتعون المشاهدين. عشر ثواني، توقف مستغرب من الملاكم الإيراني، وانتهت قصة وزن 81 كيلوغرام. إيران ميسم قيشلاغي والأوزبكستاني روز ميتوف، من سيحصد الذهب، إيران أم أوزبكستان؟ نزال متقارب، نزال جميل، نزال أكثر من رائع، ننتظر نتيجة القضاة. أوزبكستان روزميتوف 81 كيلوغرام، أوزبكستان 3-2. نزال متقارب، نزال جميل، نزال ناري. الشكر لله لكلا الملاكمين، الملاكم الأوزبكي والملاكم الإيراني ميسم قيشلاقي.